يشرفني جدا أن يكون ضيفي لهذه الحلقة هو الأستاذ شريف الشباشي، الكاتب الصحفي الكبير والخبير في الشؤون الفرنسية. أهلا بك أستاذ شريف. أهلا وسهلا، ربنا يخليك. أستاذ شريف، يعني حضرتك لسه من دقائق كنت بتقول لي عشت 22 سنة في فرنسا متصلة، أيوة وكانت لك أكثر من 50 زيارة غير ال 22 سنة قبل وبعد هذه. بالضبط. يعني حضرتك يعني شارب طريقة تفكير الشعب الفرنسي، المواطن الفرنسي بيصبو إلى إيه؟ متى يثور؟ متى يعتقد أن حياته تسير بهدوء؟ هل يستطيع أن يندس في داخله حد عشان يشعل ثورة؟ هل الكود بتاع المواطن الفرنسي تغير بعد ظهور الجيل الثالث والرابع للإرهابيين اللي استضافتهم فرنسا منذ الخمسينيات؟ مظاهرات السترات الصفراء تطرح كل هذه التساؤلات. هي أسئلة جميلة جدا، بس بداية أنا عايز أقول إن معرفتي بفرنسا وبالعقلية الفرنسية يعني ليس مصدرها الوحيد إن أنا زرت فرنسا أيوه كثيرا جدا جدا، وإن عشت فيها 22 سنة متصلة، أيوه، وإنما أساس معرفتي بالثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية والمفاهيم والقيم والمثل الفرنسية هي إنني درست الأدب الفرنسي. أنا طول حياتي كنت في مدرسة فرنسية، ثم بعد كده في الجامعة في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وأدبها. فدراسة الأدب والحضارة هي دي اللي بتعرف الإنسان الشعب، وليس فقط، ما هو في ناس من هنا، يعني مش عايزة يعني أعيب في حد، كثيرين جدا جدا يعني ما لهمش علاقة بفرنسا ولا بأوروبا، ممكن يكونوا ممتازين جدا يعني وخدوا شهادة عليا، بيروحوا فرنسا ويقعدوا فيها 20 سنة ما يعرفوش عنها حاجة. ليه؟ لأنه ما يعرفش داخليات هذه الثقافة، ضمير الشعب الفرنسي. عشان تعرف فرنسا دي لازم تعرف فرنسا دي أنشئت إزاي، من أيام ما كانت بلاد الغال، ومن أيام لويس الرابع عشر، وأيام الثورة الفرنسية العظمى 1789 اللي غيرت مسار العالم كله. كل الافكار اللي احنا بنقولها دلوقتي، حقوق الانسان والديمقراطيه والمساواه والعداله، دي نابعه من الثوره الفرنسيه. كانت ثوره عنيفه وقاسيه، كان فيها بحار من الدماء، قطعوا رقبه لويس السادس عشر اللي هو كان الملك في ذلك الوقت، وزوجته ماريا انطوانيت. لكن يعني 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 في حوار شهير بين اتنين من اهم زعماء الثوره، روبسبير ودونتون. دونتون كان بيقول له لا ما نقتلش الملك. قال له لو قال له الملك هو رمز العهد القديم، نحن يجب ان ندمر العهد القديم. قال له انا مش عايز، لكن لازم الملك يقتل. فطبعا عمليه قاسيه جدا، لكن هذه العمليه القاسيه وقعدوا حوالي 10 سنين في حاله يعني اعدامات والمقصله. المقصله على فكره مش كده اللي هي الجيوتين، اللي هي الجيوتين دي بالظبط، المقصله تقع من فوق كده. انا شفت مسرحيه اسمها كده في المهرجان التجريبي، أيوة، وكان بيقولوا فيها ان واحد من قاده الثوره كانت مراته مش عارفه تقطع البصل، فاخترع لها الفكره دي، يعني ايه انطقت في دماغه، طب ما نستعملها لبتر الرقاب يعني. هو في كذا، في واحد اسمه الدكتور جيوتان، مفروض ان هو ده اللي اخترعها، ايوه، وراح قدمها لمين؟ هي دي المفارقه الجميله، راح قدم هذا الاختراع لملك فرنسا لويس السادس عشر قبل الثوره بسنتين. فلويس السادس عشر اعجب بيها جدا وقال له الاختراع ده كويس جدا. لم يكن يتخيل ان نفس الاختراع ده ياخد رقبه العهد كله هو شخصيا. بعدها بخمس هو اعدم 1793، 21 يناير 1793 راسه اتفصلت عن جسمه. ما كانش يتخيل ان الاختراع اللي هو انبسط بيه جدا وفرح بيه كان هيقطع راسه. المهم نرجع نقول انه عشان تعرف دولة زي فرنسا يجب ان تعرف تاريخها، لانه الشعوب، انت لو ما عرفتش تاريخ مصر القديم والحديث مش هتفهم ضمير الشعب المصري. صحيح. مش هتفهم ليه الشعب ده شعب عظيم جدا جدا. صحيح. وشعب ما يتضربش بسهوله، شعب احنا النهارده، انا اكتر واحد بقول ان احنا في محنه، وان احنا في حاله تردي ثقافي، وان احنا في حاله يعني تصحر فكري. أي. ومع ذلك عمري ما فقدت لا تفاؤلي ولا اي حاجه. ليه؟ لان عارف تاريخ هذا الشعب.
وبالتالي تقدر تخمن تصرفاته وتبرر بالزبط. او تحلل ليه اتخذ هذا الموقف. بالظبط كده. حضرتك كمان كنت مدير مكتب الاهرام فتره طويله في باريس، وده معناه 17 سنه تبحث عن المعلومه داخل هذا المجتمع، فانت مش واحد رايح عايش في حته مقفوله غير دراسه يعني اكاديميه يعني للمسرح وللادب الفرنسي لكن قول لي يا استاذ شريف، يعني الكود بتاع المواطن الفرنسي هل تغير؟ يعني بنحاول نجد احنا بقى تفسيرات للمظاهر. انا عندي حد من اصدقائي من صغار السن بيحضر دكتوراه في فرنسا، جه يوم السبت اللي فات، فكان هو عايش في مونبلييه وبعدين عدى على مرسي وراح باريس عشان ياخد الطياره، فبيقول لي يوم الجمعه 3-4 بس اللي موجودين مولعين النار في خشب وعاملين خيمه، نفس المناظر اللي كانت موجودة في 25 يناير. مش ده المواطن الفرنسي؟ مش هو المواطن الفرنسي اللي يمسك حجر ويضرب بالشرطة ولا يحرق عربية ولا يحرق محل؟ إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل إنه إحنا برضو عشان نقول في ثوابت في الشخصية الفرنسية كما أن هناك ثوابت في الشخصية المصرية طبعا، يعني من هذه الثوابت هي رفض الظلم وعشق بل تقديس المساواة بين البشر. أكبر مشكلة، ودي قيم الثورة الفرنسية، دي قيم الثورة، الحرية والعدل والمساواة. بالضبط كده، ثلاث حاجات دول. فهم يعني أنا حد الحاجة لها قصة طريفة جدا جدا عشان تعرف المواطن الفرنساوي العادي. إحنا أنا مرة سكنت في بيت في ضواحي باريس، ضاحية جميلة جدا اسمها سان كلو، وكان صاحب البيت ده كونت. كنت بتجايب لي بقى ورق كده ان هو جده الاكبر اعدم في الثوره الفرنسيه، لو كونت دو فيمون، يعني راجل كان من الاكابر بتوع فرنسا طبعا قبل الثوره. قبل الثوره بالظبط كده، جد. فاللي حصل انه في يوم من الايام حصل مشكله في البيت، تصرف في الميه او حاجه زي كده، فمراتي ايه فين نمره لو كونت دو فيمون مش لاقينا، فكلمت ايه كلمت الدليل. هي بقى يعني زوجتي زي حد مصري يعني مبسوط من كلمة كونت. كلمة الدليل ردت عليها واحدة ست، أنا قاعد جنبها وسامع، فزوجتي بتقول لها عايزة رقم تليفون الكونت دو فيمون. أستاذ إيهاب لقيت لك التليفون ده هينفجر، الست بتصرخ، الست دي ست غلبانة يمكن بتاخد الحد الأدنى للأجور، عايشة على قدها بتصرخ. قالت لها كونت مين؟ مفيش حاجة اسمها كونت، أنت عايشة في أنهي عصر؟ حضرتك عايشة في أنهي، أنت عايشة من 200 سنة؟ مفيش حاجة اسمها كونت في فرنسا. النهاردة كله مساواة. فكرة المساواة دي مهمة جدا بالنسبة لي. اللي حصل إنه ماكرون، إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي، اللي هو انتخب في مايو 2017، يعني إيه؟ يعني بقاله سنة ونص. بقاله سنة ونص. اتهم بانه ولازال الاتهام ده في اخر استطلاع للراي امبارح. شعبيته على فكره ممكن نتكلم فيها 27%. انا كنت هتكلم هنتكلم في ما ادى لانخفاض شعبيته. بالظبط كده، الناس استلمت نبره من التعالي من اول ما حصلت الاحتجاجات. بالظبط كده، بيسموه ايه؟ رئيس الاغنياء. لو بريزيدون دي ريش، يعني رئيس الاغنياء. ليه؟ لان هو عمل حاجة أنا رأيي ما فيهاش أي حكمة ولا كياسة، إن هو أولا خلفيته جاي من بنك روتشيلد. طبعا اقتصادي دي لا من بنك روتشيلد، ده بنك يعني من البنوك، من البنوك الاحتكارية الجامدة جدا، الفرنساوي ما يحبوش أبدا بنك روتشيلد ده. فالمهم إنه لغى ضريبة اسمها ضريبة على الثورة، على الثروة، اللي هي كانت مليون 300,000 يورو يدفع. متابع كويس قوي، متابع. اللي عنده ممتلكات تزيد قيمتها عن 1,300,000 يورو يدفع ضريبة عليه. ممتلكات مش سيولة، لا ممتلكات. ممتلكات اوكي. فماكرون لغى هذه الضريبة. الضريبة دي كانت يعني حاجة يعني فاليبل، يعني بتقدم قيمة كبيرة يعني. طبعا بتجيب دخل كويس، بتجيب دخل كويس، مليارات طبعا، يعني مليارات، لأنه اللي عندهم أكتر من 1,300,000 يورو دول يعني ما يقلوش عن 20% من الشعب الفرنسي. هناك برضه في ثروة هناك، في فلوس يعني، وفي عقارات وفي ممتلكات.
فدي أول حاجة عملها. تاني حاجة عملها أنه بدأ يزود الضرائب على المرتبات، على الطبقات الايه المتوسطه وما تحت المتوسط، اللي هي السترات الصفراء. اللي احنا مش فاهمينه مين هم السترات الصفراء دول. اولا دول مش من المدن الكبرى خالص. حضرتك قلت لي مارسيليا، مش من مارسيليا، مش من حتى مونبلييه تعتبر نسبيا، لا دول من القرى، معظمهم من الارياف ومعظمهم من الطبقات الايه الطبقات المتوسطه السفلى، اللي هي دخلهم في حدود 1500 يورو في الحدود الشهر في الشهر. طب ما احنا في بلادنا في مصر والدول المتقدمة، فاكر عيتك الفيلم بتاع في اوروبا والدول المتقدمة لرهاب وكلام. ايوه لما المواطن بيظهر لك يا عم ده بياخد 1500 يورو يعني 30,000 جنيه، 30,000 جنيه في الشهر وزعلان وخارج يتظاهر. لا هو اولا عشان نبقى عارفين مشكلة فرنسا انه طبعا كل دول ما بيمتلكوش بيوت، وبالتالي بيضطر يأجر. اقل بيت يتأجر في فرنسا بيت صغير 70-80 متر ما يقلش عن 10,000 جنيه في الشهر. جنيه مصري؟ لا يقل، لا يقل. يعني حوالي 500-600 يورو. خلاص ده كده تلت اللي بياخده، تلت المرتب ده غير الاكل، ده غير بقى كل الحاجات التانية بقى الاكل والمواصلات والعربية كل الكلام ده. ومعظم دول عندهم عربيات على فكرة. انا سمعت احد الخبراء اللي بيجيبوهم في على شاشات التلفزيون، يعني مش عايز اقول لك والله حاجة مش عارف الواحد يعيط ولا يضحك. قال ايه؟ خبير في الشؤون، طب قدمتني على اني خبير في الشؤون الفرنسية، ارجوك تسحب هذا اللقب. حاضر. لانه بيمنح لاشخاص ما هماش ولا قال ايه بقى هذا الخبير؟ قال لك ان يعني حركه السترات الصفراء دي مؤامره. ماشي، دي ممكن نناقشها بعدين. ممكن نناقشها، ممكن جزء تناقش فيها كده او تهييج في الاول او تحريض، تناقش هنناقشها. نظريه المؤامره دي نظريه من يعني دول الناميه اكتر يعني. انما هي ايه الدليل بتاعه ايه بقى؟ قال لك طب احنا خلينا نفكر بالعقل، الناس دي منين فجاه كده لا جابوا السترات الصفرة دي فجأة كده اهو، طلعوا بالآلاف بمئات الآلاف طالعين لابسين السترات الصفراء دي، حاجة متحضرة. هو احنا عبط يعني؟ هو احنا هبة؟ هو ما يعرفش انها موجودة في عربية كل واحد بإجراءات ممنوع الحماية المدنية. ممنوع عربية تمشي في فرنسا. القانون ده ما كانش موجود على ايامي على فكرة. ده بقى له حوالي 5-6 سنين. ممنوع عربية تمشي من غير السترة الصفراء. ليه؟ لان انت لما تحصل حادثه او مشكله في العربيه، الواحد الشخص المفروض فورا يلبس الستره الصفراء عشان اي عربيه معديه، اي عربيه تعرف ان ده عنده مشكله. وفيها خطين بتاع ده فوسفور علشان بالليل ينوروا على العربيات طول. فالواحد يشوفهم على طول. فادي الـ ادي الـ ادي الخبير. طب تعال نناقش نظريه المؤامره. هل يعني بعض المحللين وبعضهم ليهم آراء موزونة في قضايا أخرى قالوا أنه الموضوع مش بعيد عن أمريكا، وأن أمريكا انتقدت تصرف فرنسا تجاه حلف الناتو وقالت لازم يدفعوا. ترامب اللي هو كل يوم يطلع الصبح يشوف مين اللي هيطلع يقول عليه لازم يدفع، فقال لك لازم يدفعوا، وراحوا هم قالوا له ما تتدخلش في الشأن الفرنسي الداخلي، وهو بناء عليه استخدم الايادي اللي بيعرف يستعملها، اللي استعملها في الدول العربيه اللي هم في منهم عايشين في فرنسا وليهم اولاد واحفاد وكده. جميل. الخبراء دول منين؟ اكيد مش من فرنسا. لا مش من فرنسا. طيب احنا عايزين نعرف. ولا من اوروبا، عشان كده احنا جايبين حضرتك تنورنا. لا، فكره نظريه المؤامره دي كون في قوه كثيره من مصلحتها ان تحصل مشاكل في فرنسا، وارد طبعا. لكن في كون في قوة خارجية زي أمريكا تقدر تحرك الشعب الفرنسي، هذا غير وارد. أنا لسه أول امبارح قابلت حد جاي من فرنسا، فواحد بقى من اللي قاعدين بالعقلية بتاعتنا قال له طبعا دي مؤامرة من الأمريكان. الراجل ذهل، قال له مؤامرة؟ مؤامرة إزاي؟ قال له مؤامرة من الأمريكان. قال له أول مرة أسمعها، ده راجل فرنساوي. قال له أول مرة أسمع الكلام ده. إلا لو كانت المؤامرة هي اقناع ايمانويل ماكرون نفسه. ايوه، بانه يعمل التصرفات دي ضد الطبقات. دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. المهم انه فكره المؤامره المستمره دي، طب خلينا نفكر بالعقل.
هو المؤامرة هما بيقولوا انه ما يأخذه اساسا ترامب على ماكرون انه عايز يعمل جيش اوروبي. مين القطب الاوروبي الثاني اللي مصر على انه يعمل جيش اوروبي؟ انجيلا ميركل بتاعت المانيا. هل المانيا حصل فيها مظاهرات؟ المانيا هي اللي بتقود الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا. ايوه لا لا، السؤال بس عشان نربط الحاجات ببعضها. المانيا حصل فيها مظاهرات؟ ما حصلش. فيها سترات صفراء، فيها سترات حمراء، فيها سترات بنفسجي؟ مفيش. طب اشمعنى على ماكرون بس عملوا عليه هذه المؤامرة؟ لا، الموضوع اذا كان هناك مصالح كبيرة، وطبعا مش ممكن حد ينفي ده، اذا كان هناك مفهوم للعالم ومفهوم للعلاقات الدولية متناقض تماما بين ترامب وماكرون، ودي لو سمحت يا استاذ ايهاب نتكلم فيها، فده لا يعني انه ترامب ده يقدر يدوس على زرار يعمل يهيج السترات الصفراء اللي هم زي ما قلت لحضرتك معظمهم من الطبقة المتوسطة السفلى، وأكثر من 90% منهم من خارج المدن الكبرى، وكانوا بيروحوا باريس كل يوم سبت زي ما انت عارف. أيوه. لمدة خمس أيام سبت متتالية. وحنقول دلوقتي احنا لسه مبارح أصحاب المتاجر والمطاعم اللي هم اضطروا يقفلوا كل يوم سبت. هو كانوا على فكرة بيعملوا مظاهرات يوم السبت فقط. فقط عشان بيشتغلوا بالضبط كده. حكاية انهم بيقفلوا الطرق ويعملوا نار وبتاع دي، لا دي حاجة تانية. انما المظاهرات ما كانوش بينزلوا مظاهرات الا يوم الاجازة يوم السبت، فحتى الحد لا. ينزلوا السبت ويرجعوا بعد كده ايه الـ 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 القرى بتاعته. فكانت العملية دي منظمة لكن لا تنتمي لا لحزب ولا لنقابات. هم هناك عادة المظاهرات في فرنسا إما نقابات أو طلبة، وده منطقي، ده ولا نقابات ولا طلبة. طب كيف نظمت في رأيك يا أستاذ شريف؟ برضو بعض الناس بتتساءل تقول كيف نظمت وكيف أدرجت أكثر من 50 مطلب ولها أسقف زمنية، منها الآجل ومنها العاجل، يعني ازاي كلهم طالعين بيطلبوا بنفس الحاجة وبيرفعوا السقف لدرجة ان هم مش عايزين الرئيس، مش عايزين الجمعية الوطنية، بينما كان بعض القادة اللي دعيوا منهم في قصر الإليزي للقاء مع ادوارد فيليب رئيس الوزارة، اتنين راحوا، واحد منهم قال احنا مش عايزين لا نشيل الرئيس ولا نفك الجمعية الوطنية. هو ازاي تنظموا دي؟ طبعا بالتأكيد ان وسائط الالكترونية هي دي هنتكلم فيها اساسا، هي دي السبب هنتكلم فيها، ان دي تشكل زي ما قلت لحضرتك قبل ما نبدا البرنامج، احنا عايشين ثوره لا تقل عن ثوره النهضه الاوروبيه اللي قلبت موازين الدنيا كلها. بس احنا مش حاسين بيها ومش فاهمينها ومش عارفين هتروح بينا فين. ولا اعظم خبير في العالم يعرف بعد 40 سنه العالم ده هيكون توجهه ايه، لكن احنا عايشين ثوره. يعني حياتك شايف انه الثورة الرقمية، حتى لسه النهاردة الرئيس في كلمته كان بيتحدث عن توطين التكنولوجي وأهمية الانتفاضة الرقمية اللي حصلة في العالم دي، حياتك شايف انها تقارب ثورة عصر النهضة من القرن الاواخر ال 15 مثلا؟ من موضوع لموضوع تاني. يعني مش هروح النمسا بس خليني في فرنسا. لا لا ما اقصدش، لا ما اقصدش، اقصد ان احنا بنتكلم دلوقتي على سترات الثورة. انت قلت لي ازاي اتجمعوا وازاي مطالبهم واحدة؟ لا هم مطالبهم مش واحدة خالص. ده كل واحد يخبط مطلب. كل واحد ليه؟ لان ما لهمش ممثلين وجمعوا المطالب دي فطلعت عشان كده بالعدد الكبير ده في راي حضرتك. كل واحد بيطلب حاجه. يطلب حاجه، اللي يقول لك ارفع الحد الادنى للاجور، ماكرون استجاب لهذا. 100 يورو بالظبط كده. 100 يورو بقى دلوقتي او هيبقى 1400 يورو في الشهر بدل 1000. ده ايه ده؟ ده صافي. صافي يعني 1400 يورو يعني 28000 جنيه. بس زي ما قلنا انه الحياه هناك غاليه. يعني 28000 جنيه هنا دول يعيشوا الواحد بتهيألي اكتر يا فندم، لانه الايورو ب 23 4 يعني مش ب 20 بالظبط. لا هو دلوقتي 20 بوينت حاجه كده. طيب. 20 و 22. طب هل الناس دي في راي حضرتك وخبرتك بهذا الشعب استشعرت تعالي
من رئيس الدولة ان هو ما جاش جري من الرحلة اللي كان فيها وما نزلش يكلمهم وما لبسش، كان بعضهم متخيل انه يلبس سترة وينزل في وسطهم ويقول انا كمان مش موافق على الاجراءات دي بس الموقف كذا، طب اعمل ايه؟ فيقولوا له ترجع الضريبة دي، انت بتاخد من الفقير وتسايب الغني. يعني ما حصلش هذا الحوار، وحسوا انه فرنسا يعني ترسى في حتة القارة العجوز والدولة القديمة والكبار اللي كانوا بيظهروا القضاء اللي معمول لهم الرولو ده، الباروكة اللي بالرولو اللي ما تحس ما ينفعش تتكلم معاه أصلا. أيوة أيوة. لا هو بالتأكيد أنه في 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 تغير مهم جدا جدا بيحصل. إنما عشان نرجع لفكرة المساواة اللي هي يعني من ثوابت العقلية الأوروبية في 200 سنة اللي فات في انجلترا، كرومول انجلترا برضو، انجلترا كمان لعبت دور مهم جدا. والمساواة دي مش بس مطالب ناس، أيوة. دي اتبلورت بقى في ايه؟ آه. في فلاسفة كبار، أيوة. في كتاب عظام، فولتير، روسو، فيكتور هوجو، في انجلترا لوك وبيركلي، كل دول اتكلموا عن الـ عن الـ عن المساواة وعدم التفرقة بين الناس وعدم التفرقة صحيح. بين البشر على أساس الدين أو اللون أو لون البشرة يعني أو الطبقة الدرجة الاجتماعية أو دي الأفكار دي هي اللي خلت الغرب يتقدم علينا. هذه الأفكار وتطبيقها خلت الغرب يتقدم علينا. ده كمان نظره، وحضرتك تصلح لي، نظروا للتراث العظيم القديم بتاع المسرح نظرة جديدة وعملوا النيو كلاسيك أو طبعاً. الكلاسيكية الحديثة بيير كورني طبعاً. تاني برضو كان اسمه ايه؟ راسين. جان راسين. فبرضو بدأوا يطرحوا طبعاً. المسرح بشكل مختلف، يعني طرحوا فنونهم ومزيكتهم وفلسفتهم ورسمهم بشكل جديد، يعني انطلاقا من أفكار النهضة دي. بالظبط كده. يعني ال 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 في زواج فيجارو مثلا، زواج فيجارو في جمله خطيره جدا، ايام الملك كان ايام الملك لويس السادس عشر، في جمله خطيره جدا ان هو في واحد احد النبلاء والتاني بقى احد البرجوازيين اللي هو بيمثل الايه القوه الصاعده، اللي عندها الفلوس اللي عندها، والتاني النبلاء دول هو مجرد العالة الكونت. بالظبط الكونت. الكونت في مو اللي زعل الست بتاعت الدليل. حفظت ايه ده؟ مش زعلها دي كانت في حالة هستيريا. فالمهم انه هؤلاء النبلاء، يعني النبيل بيبقى ازاي؟ احنا عمر ما كان عندنا نبلاء في مصر على فكرة، يعني ليه؟ احنا عندنا الباشا، لكن الباشا ابنه ما يبقاش باشا، لكن في فرنسا وفي اوروبا لا، النبيل ده ابنه يبقى نبيل. فدول بيشكلوا طبقة مغلقة على نفسها، وفي مزايا طبعا كانت مادية وكده، مجرد انه بينتمي، او ابسطها انه ما يدفعش ضرائب، ابسطها انه لا يدفع الضرائب، ودي من اسباب الثورة الفرنسية طبعا، كانوا اقطاعيين كلهم. كان من اهم مطالب الثورة الفرنسية انه النبلاء، كانوا في فئتين ما يدفعوش ضرائب، النبلاء ورجال الكنيسة. الكنيسة لم تكن تدفع مليم ضرائب، والنبلاء لا يدفعون ضرائب. فاللي حاصل انه عشان نرجع لمسرحيه زواج فيجارو، فالرجل اللي يمثل بقى البرجوازيه اللي هي القوه الصاعده والديناميكيه والى اخره، بيقول للنبيل ده، النبيل بيقول له انت مين؟ انت ابن مين؟ قال له انا بذلت مجهود وعرقت واشتغلت، انت اكبر مجهود بذلته في حياتك انك اتولدت من بطن امك. ده اكبر مجهود، اكبر تعب عملته، اكبر تعب عملته. ومن ساعتها وانت بتلم فلوس. بالظبط، اصبحت نبيل. ده يعني مفاهيم متناقضه صحيح، خلت الدنيا انفجرت. عشان نحاول نعمل مقارنه سريعه جدا بين عصر النهضه واللي احنا عايشينه النهارده. عصر النهضه يعني هما في مفروض ثلاث اسباب اساسيه لعصر النهضه. اولها اختراع المطبعه على يد الالماني جاتنبرج في حدود 1430-35، هو ما اخترعهاش بين يوم وليله كده، في الرينج ده طبعا عمل وطور بالظبط كده، 1430-1435. وطبعا كما تعلم ان اول كتاب طبع في التاريخ هو الانجيل. طبعا طبعا. ف
فال كانوا بيسموهم ليزانكينابل دول ولا زال منهم بس يعني عدد محدود جدا من النسخ بس موجود لسه. ده عشان القوالب اللي كانت بتستخدمها المطبعه كانت زنك في الاول فعشان كده التسميه دي. الحقيقه ما اعرفش سبب هذه التسميه لكن هي اسمها كده ان هي شيء يعني شيء نادر جدا وغير متوفر. في ذلك الوقت كان ايه يا استاذ ايهاب؟ كان الكاتب الكبير ايا كان خلينا نرجع خلينا في العالم بتاعنا ابن رشد ولا ابن سينا او الفارابي او حتى اسمه ايه ده ابو علم الاجتماع العظيم ابن خلدون. ابن خلدون برضه ده قبل المطبعه. ابن خلدون مات 1406 او 1400 1406 فاذا قبل المطبعه. كان اي واحد من دول يكتب كتاب بايه؟ بايده باليد ويعمل ايه؟ يديه لتلامذته ينسخ. تلامذته دول كام؟ خمسة عشرة كل واحد هينسخ كام نسخة؟ ده كان مجهود جبار. وكانوا بيكتبوا ريفرنسز يعني قد كده كتب يعني اللي حيروهم كام؟ 50 100. فجأة جت المطبعة خلت ان الكتاب ده اللي بيقروه 100 يقروه 10,000 وكل كتب التاريخ تقول ان مارتن لوثر اللي هو تعلم من هو مارتن لوثر اللي انشا البروتستانتيه طبعا كان سيلقى مصير الموت لولا المطبعه. ليه؟ لان هو كان عنده زي ما انت عارف ال 91 مطلب اللي حطوهم على الكنيسه سكوك الغفران وعصمه البابا منهم بالظبط كده فهو عمل ايه في سكوك؟ هم لما لقى بقى الدنيا قامت عليه عمل ايه بذكائه؟ راح طبعهم فانتشروا. ده كان 1400 مثلا 80 الحدود دي كده. فراح طبعهم فانتشروا. اول ما انتشروا خلاص فكر بقى محدش يقدر يوقفه. حد صعب توقفه. صعب جدا توقفه لما المكنه تمشي. مكنه الحريه حريه الفكر حريه الابداع حريه ابداء الراي دي صعب جدا حد ممكن انظمه تقف ضدها بس في الاخر هي اللي هتنتصر. فادي اول حاجه. احنا بنعمل مقارنه بين عصر النهضه والنهارده. المقابل للمطبعة النهاردة في رأيي المتواضع جدا هي الوسائط الإلكترونية طبعاً. انترنت من انترنت أساسا لفيسبوك لكل الكلام. لأن حتى الأنظمة السياسية تعلمت كيف تكبح جماح المطبوع بالظبط والكتاب ده ما يتنشرش والكتاب ده يتصادر لكن دلوقتي مش قادرين يصدروا الفكر اللي على الوسائط دي بقى تنتشر كالنار في الهشيم. هتقول لي في ناس بتكتب كلام فارغ ما قلناش في ناس بتكتب كلام غلط بس بينتشر بالظبط. لا شويه بشويه هتتغربل هيحصل عمليه تنقيه زي ما حصل مع المطبعه. كانوا برضو بيكتبوا يدافعوا عن الجريمه وعن القتل وبتاع. شويه بشويه بيحصل عمليه تهذيب. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي سقوط القسطنطينيه 1453 في ايد مين؟ الاتراك في عيد العثمانيين محمد الفاتح. طب دي اثرت ازاي على النهضه؟ سنه كام من فضلك؟ 1453 ده نفس برضه منتصف القرن ال 15 بالظبط كده. نفس المرحله دي. عملت ايه دي في النهضه؟ ايه علاقتها بالنهضه؟ لا ليها علاقه جباره بالنهضه. يعني انت لما تقرا انا قاري في النهضه كتير قوي. القسطنطينيه دي كانت عاصمه ايه؟ الدوله البيزنطيه. كان فيها كل كنوز المعرفه كانت موجوده وكان منها مخطوطات مترجمه من اللغه العربيه الى اللغه السريانيه بالذات لان هي كمان كانت من الكراسي الخمسه الكبار للكنيسه في العالم كله بالظبط كده. فلما جم الاتراك العثمانيين غزوا القسطنطينيه هربوا كل هذه المخطوطات الى ايه؟ الى اوروبا وترجمت الى اللغه اللاتينيه اساسا وكانت سبب من اهم اسباب النهضه الاوروبيه. السبب الثالث المقابل لده ايه النهارده؟ نقل المعرفه. النهارده نقل المعرفه اصبح متاح للجميع. يعني ايه اللي فجر النهضه الاوروبيه؟ اوروبا كانت في حاله ثبات ما فيش افكار جديده
كانوا الكنيسة في ذلك الوقت مسيطرة على عقولهم، وكانت كانوا عاملين صكوك الغفران وإلى آخره، وابتعدوا عن تعاليم المسيح. أيوة ده تماما، ده حقيقي. دي حقيقة طبعا يعني. فاللي حصل انه لا، دول بقى لما جات لهم كل هذه الكنوز المعرفة عادوا الى المعرفة الماضية وعملوا منها وطبخوا منها معرفة جديدة وآراء جديدة وأفكار جديدة، وظهر بقى كل أقطاب النهضة اللي مش عايز أقول أساميهم والمعروفين للجميع. النهاردة إحنا نفس الفكرة، انتشار المعرفة بقى سريع سرعة رهيب. النهاردة أنت بتحصل حاجة في باريس، في نيويورك، في تشاد، هتعرفها بعد 5 دقايق. زمان كان ممكن الواحد ياخد شهور عشان الرحلة يبقى فيها خبر، شهرين عشان تعرف ان مثلا ملك رئيس امريكا مات مثلا. يعني واشنطن ده مثلا لما مات احنا في مصر عرفناها بعدها بشهرين 3. حقيقي ده الكلام ده. دلوقتي ممكن تشوف الحادثة بقى ويجيب لك الكاميرات وممكن هو بيموت. ايوه فدي النقطة التالتة. بقى الحاجة التالتة اللي هي اساس عصر النهضة الاوروبية هي الرحلات البحرية الكبرى والاكتشافات العظمى، وعلى رأسها طبعا 1492 اكتشاف ايه؟ امريكا طبعا، كريستوف كولومبوس طبعا خد المركب. الراجل ده انا مش عارف الحقيقة الجرأة اللي كانت عند الناس دي، ايه الجرأة دي؟ هم كانوا بيسموا ده بحر الظلمات. طبعا، لانه مش عارفين، وكانوا فاكرين انه في نهايته الجحيم. عشان فكرة الأفق، لما الواحد بيبص كده ما يشوفش حاجة هتقع. بالظبط كده. فكان خد 3 مراكب وطلع. ايه الشجاعة اللي عنده دي؟ وراح واكتشف القارة الأمريكية. ده واحد، في بقى أمريكو فيسبوتشي وغيره اللي هو اتسمت على اسمه فاسكو دي جاما. أمريكو فيسبوتشي، أمريكا، كلمة أمريكا دي من أمريكو فيسبوتشي. أمريكو. فاللي حصل ان النهارده انه كان مكسيكان امريكو ده، مش كده؟ امريكو دي فيسبوتشي ده، الحقيقه مش متاكد، لان هم برضه لغايه النهارده برضه في المكسيك يقولوا امريكو كده برضه بنفس النطق. هو ده اسمه امريكو. هو اسمه ايه ده؟ على فكره ما كانش الناس كلها فاكره انه اسباني كريستوف كولومبوس، لا هو ايطالي. كريستوف كولومبوس ايطالي من جنوة. طب ايه المقابل لهذه الاكتشافات العظيمه اللي فتحت افاق جديده؟ اكتشاف الفضاء. ده النهارده رحت القمر. لسه من اسبوعين في المريخ. هينزلوا انسان في المريخ بعد كام سنه. لما كنت في ناسا. حضرتك اكيد رحت، بتقضي بيسمحوا لك تقضي يوم كامل في الوكاله الفضائيه الامريكيه ناسا. أيوة. تشوف كل محاولات وقاعات للعزة، تشوف بقى الناس اللي ماتت وهي بتحاول، اللي هم رواد الفضاء الأساسيين وكده. بالظبط كده. لكن من ضمن الحاجات انه كان بيديلك فرصة انك تحجز لو عايز تروح المريخ. والرحلة هتحصل سنة 2000 مش عارف كام و20. وتقعد قد ايه، بيطلعوا حاجات زي الاوتوبيسات كده. تروح وتيجي. رحلة تاخد لها مش عارف 5 سنين ولا ايه. طبعا في انفتاح عجيب على الفضاء جدا جدا. فده برضو بيوسع افاق البني ادم. فاللي عايز اقوله ان احنا النهارده ما احناش حاسين بالقدر الكافي ان احنا بنعيش عصر ثوره حقيقيه. الثوره دي هتؤدي لايه؟ ما حدش عارف. الشاطر اللي يعرف. طيب يعني انت سنه 1500 اذا جيت لواحد عبقري مونتاني مثلا، احد رواد النهضه العظام، قلت له الثورة اللي انتوا عايشين فيها دي هتؤدي لإيه؟ كان قال لك ما اعرفش. هي بتحرك نفسها، محدش عارف هتروح فين، توصل هتروح فين. وصلت بقى للبخار والعلم والتكنولوجيا والطيارات والصواريخ والفكر الحر والمساواة والفلسفة والأدب والمزيكا والمسرح، كل ده اتغير خالص تماما. ثورة في كل شيء من ناحية الحياة. انا عندي علامة استفهام كبيرة حوالين انتشار مظاهرات السترات الصفراء لبلجيم، بروسلز بلجيكا، والنمسا، وهولندا، امستردام، ايطاليا، رغم ان ملهاش علاقه بالقصه بس اعتراضا على سياستها تجاه المهاجرين. هستاذن حضرتك، هنروح فاصل
استاذنكم في فاصل قصير. في النور الحقيقه تبان. افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس مؤتمر الطب والصيدلة في مصر والشرق الأدنى، والذي نظمه مركز الدراسات البردية والنقوش بالجامعة بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق ونواب رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين والباحثين. احنا عندنا قسم تاريخ في كلية الآداب، عندنا وحدة ترميم برديات، عندنا معهد عالي للدراسات البردية، عندنا كلية طب، عندنا كلية صيدلة، كل دول مشتركين مع بعض عشان يبحثوا في الطب والصيدلة عند الفراعنة وفي الأصول الإسلامية والعصور المختلفة اللي تعاقبت على مصر، لأن مصر قديمة قوي في ممارسة الطب وقديمة قوي في ممارسة الصيدلة، وكانت رائدة من رواد العالم في هذه الممارسات. فمش غريب أبدا أن جامعة عين شمس تتبنى ده علشان نلقي الضوء على مثل هذه الأمور علشان الناس تعرف تاريخها إيه. المؤتمر تعتبر مهم جدا، لأن علم البردي الحقيقة من العلوم المتميزة في علم التراث الإنساني والحضارة المصرية بصفة خاصة، لأن البرديات المصرية مسجل عليها يعني كم هائل من التراث المصري يغطي كثير من الجوانب الحضرية في مصر القديمة، سواء طب أو صيدلة أو فلك أو علوم أخرى، كل هذا متواجد هنجده في البرديات المصرية. فالمؤتمر اليوم بيتكلم على الطب والصيدلة في مصر القديمة من خلال النقوش البردية. المركز دايما بيعمل مؤتمر سنوي وبيكون عام، لكن السنة دي جت الفكرة ان احنا نعمل موضوعات متخصصة، فتم طرح فكرة ان احنا نعمل تاريخ الطب والصيدلة، لان ما فيش حاضر من غير ماضي، واحنا في مركز دراسات البردية والنقوش بنعنى بدراسة التراث والتاريخ والحضارة، وبالتالي تاريخ مصر كبير جدا في مجال الطب وفي مجالات كتيرة، فحبينا نلقي الضوء على مجال الطب والصيدلة اللي يتجزأ عن الطب، لأن الداء والدواء لا يتجزئان. تستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة باحثين من عدد من الدول العربية، من بينها مصر والعراق والأردن والسعودية والجزائر وسوريا، ويناقش مجموعة كبيرة من الموضوعات على مدار 10 جلسات ثم جلسة ختامية لإعلان التوصيات. بالنسبة للمؤتمر الذي أنا بصدد المشاركة فيه، هو يدخل في صميم اهتماماتي بحكم أني أهتم بتاريخ الشرق الأدنى القديم عموما. مداخلتي تتعلق بالتأثيرات الحضارية المتبادلة في مجال الطب بين مصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين القديمة. أكيد تاريخ الشرق الأدنى القديم فيه علاقات كبيرة تدخل ما بين طرفي الدراسة، خاصة أنه الشرق الأدنى القديم عرف، خاصة في عصر مصر في الدولة الحديثة، عرف صراع كبير. هذا الصراع على سوريا القديمة لم يمنع بأن تكون هناك علاقات حضارية بين المنطقتين، خاصة في المجال الطب. المؤتمر الحقيقة يعتبر نقلة نوعية في رؤيتنا لإعادة توثيق تاريخنا الوطني، ومركز الدراسات البردية والنقوش في جامعة عين شمس يعني واحد من المراكز المتخصصة جدا في الشرق الأوسط. المؤتمر ده زي ما انتم عارفين بيقام بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وبيركز على عدة نقاط مهمة جدا من خلال البحوث المقدمة على مدار 12 جلسة. يشهد اليوم الثالث للمؤتمر زيارات ميدانية لعدد من المناطق الأثرية والمتحفية بمنطقة القاهرة الفاطمية. يشارك في هذه الزيارات مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين والأجانب للاطلاع على أهم الآثار التي تخص علوم الطب والصيدلة. التاريخ بيقول لنا أن المصريين علموا العالم أصول الطب والصيدلة قبل نشأة العلوم الحديثة. مؤتمر النهاردة بيناقش الفكرة دي، وبيناقش إزاي مصر كان لها فضل على كل شعوب المنطقة في تعلمها وتثقيفها وتنميتها. كمان في نقوش كتير وأثار بتوثق الاستخدام المصري للعلوم دي من مئات السنين. من جامعة عين شمس، فريد إدوار، سي تي في. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية، حيث مازال يشرفني وجود أستاذ شريف الشباشي الكاتب الصحفي الكبير للحديث حول فرنسا، ونستلهم مما يحدث دروس لينا كلنا في حياتنا. يعني أستاذ شريف،
كنا طرحنا علامة استفهام قبل التقرير عن امتداد مظاهرات السترات الصفراء وإلى أين ستأخذنا، لأنها امتدت لدول حتى ما لهاش علاقة بموضوع الحد الأدنى وموضوع العدل كده زي إيطاليا مثلا. هو في ظواهر، في ظاهرة أساسية، في ظاهرة مهمة جدا، هي رفض عام بالذات في الدول المتقدمة لفكرة الحكومة والدولة. بيعتبروها سلطة قمعية، أو بيعتبروها بمعنى أدق سلطة يعني مش بعيدة عن متطلبات الناس. النقطة الثانية أو المحور الثاني اللي في منتهى الخطورة، اللي بيمثله بصفة عامة نقدر نلخصه كده، بيجسده دونالد ترامب. وهو فكرة صعود أفكار اليمين المتطرف. هي أساسها إيه؟ بعد الحرب العالمية الثانية اكتشفت الإنسانية كلها إنها حصل مجزرتين ورا بعض، اللي هو الحرب العالمية الأولى 14-18 و41-45 و39-45 39-45 بالضبط كده. دول مات فيهم كام؟ مات فيهم أكتر من 70 مليون بني آدم. تصرف مجنون يعني، مجزرة. فالناس العقلاء قالوا ما ينفعش الكلام، ما نقدرش نعيش كده، خاصة بعد اكتشاف القنبلة النووية اللي هم رموها في هيروشيما وناجازاكي في اليابان 6 يوليو 45، ناجازاكي 9 يوليو 45. معنى كده انه الحرب الثالثة هيبقى فيها فناء للإنسانية. بس بالضبط كده. كان الجملة الشهيرة بتاعت اعتقد برنارد شو لما سألوه الحرب العالمية الثالثة، يعني احنا شفنا اسلحة جبارة في الحرب العالمية الثانية، صواريخ وبتاع، فالحرب العالمية الثالثة توقعك ايه الاسلحة اللي هتستخدم فيها؟ قال لهم الثالثة ما اعرفش، لكن اقدر اقول لكم الحرب العالمية الرابعة ايه الاسلحة اللي هتستخدم فيها. قالوا له ايه؟ قال لهم الرماح والنبال. معناها ايه؟ معناها الحرب العالمية الثالثة هتقضي على ايه؟ على كل التقدم اللي حصل، التقدم والحضارة، وهنرجع نبتدي من الاول. شوف فكرة عبقرية. فالناس العقلاء قالوا لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، فلازم نوجد نظام عالمي لا يقوم على غلق الحدود، لا يقوم على التنافس الشرس، لا يقوم على التناطح والحروب، وإنما يقوم على التعاون الدولي والتآخي بين الدول. من هذا المنطلق عملوا إيه؟ عملوا الأمم منظمة المتحدة. الله ينور عليك. منظمة الأمم المتحدة. وما استتبعها بقى من منظمات اليونسكو للثقافة. برضو جي ترامب، برضو مش بقول لحياتك بيصحى الصبح يبص في الأجندة. جي ترامب برضو قال لك احنا مش هندفع فلوس لدول تقول لنا لا. هو كده. هو فاكر حضرتك؟ هو بالضبط كده. هو ده اللي أنا عايز أوصل له. فجه بقى منظمات زي اليونسكو. طبعا. اللي هي التربية والثقافة بقى. التربية والثقافة والعلوم. حفاظ على الأثر. منظمة الصحة العالمية. منظمة العمل الدولية. الأغذية. الفاو. الفاو. الأغذية والزراعة. كل هذه المنظمات. بالضبط. كل المنظمات دي دورها ايه؟ دورها انه تقضي على العالم القديم اللي قايم على دول بمفردها. تتناطح مع الدول التانية. إلى دول تتعامل بصورة جماعية. أيوه. يعني أصبح نظام يقوم على الفكر الجماعي. والعلاقات متعددة الأطراف. حصل إيه بقى؟ منظمات إقليمية. إحنا عندنا هنا في إيه؟ الجامعة العربية. أوروبا حصل فيها إيه؟ الاتحاد الأوروبي. أيوه. مش كده اسمه النهاردة اسمه الاتحاد الأوروبي. أيوه. كل ده تغيير جذري. رجوع تاني للحفاظ على المصالح الضيقة لمجموعة. ده بقى جاي بقى بالظبط كده، رجوع تاني. لا كفاية بقى العالمية دي. كفاية منها بقى. العولمة ما بتأكلناش عيش. انا في امريكا ادافع عن امريكا بس. انا في مصر ادافع عن مصر بس مثلا. الحمد لله احنا ما عندناش كده. انا في ايطاليا سالفيني ده. سالفيني ده يمين متطرف. في بتاع دي في البرازيل. نجح بولسانورو. ده برضو يمين متطرف.
يقول لك انا مش دعوه بغيري، انا هقفل حدودي وهاخد اهبش من اللي حواليا وما اديش حاجه لحد. بتاع ده يقول لك ايه، امريكا اولا، امريكا فيرست، ليتس ميك امريكا جريت اجين. كل دي افكار سي ترامب ده على دماء الشعوب الاخرى، مش من مش بس يرجع من شغل الامريكان يعني ونهضتهم بالزبط. لا دي على دماء الاخرين ويبيعوا لهم سلاح ويصنعوا هم سلاح عشان يموتوا بعض ويدي لده ويدي لده، بالاضافه الى عمليه البلطجه. انا بحمي السعوديه هاتوا بالظبط، انا بحمي الامارات هاتوا، يقول لهم انا بحميكوا. قال ايه هي بلطجه؟ هو انت بلطجي في بار من البارات بتاعت زمان في الاربعينات في مصر؟ ايه المصيبه اللي ده اللي خلى حد من الست اللي هي اللي توفت اللي كانت بتتنبأ بالاحداث ديت، اللي تنبأت باكتر من حاجه وحصلت، وبتقول انه امريكا هتنتهي كدوله عظمى بمقتل ترامب في 2019، يعني من ضمن التوقعات بتاعها، توقعات تحليليه سياسيه مش توقعات يعني الهيه يعني. اما نشوف برضو دي صعب جدا تتكهن مين اللي هينتصر، فكرة الانغلاق وفكرة العلاقات الفردية وكل دولة تقوم بنفسها، ولا فكرة النظام الدولي القائم على التعاون وعلى التآخي والترابط والتضامن. احنا نقدر نقول النهاردة ان ترامب يمثل هذا الاتجاه، اليمين المتطرف، اليمين المتطرف طبعا. وممكن نقول ان في اوروبا ماكرون اساسا وميركل الحقيقه بيجسدوا الفكر اللي هو ايه ساد في الخمسين سنه اللي فاتوا، اللي هو فكر ان لا العالم لا اذا ما تعاوناش مع بعض هنضيع. طب حضرتك قلت لي، بس خلينا اكمل الفكرة دي خطيره جدا. من اهم الموضوعات اللي لازم العالم كله يتعاون فيها المناخ، التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه دي كارثه. شال ايده برضه طبعا على راي محمد قنديل العظيم الله يرحمه. عنده اغنيه اسمها سحب رمشه ورد البال. هو سحب رمشه وقال لك مناخ ايه وبتاع، انا يعني مش همور الحاجات دي. مناخ مين؟ المناخ كويس قوي، مفيش اي مشكله. مش هعرفك انت. ده احنا هنا في مصر عايز انبه لحاجه، لان قريت تقرير في منتهى الخطوره انه منسوب مياه البحر الابيض المتوسط هيرتفع 68 سنتي في 2050، يعني من هنا ل 2050 68 سنتي هيعلى 68 سنتي. يعني مفيش اسكندريه، مفيش مرسى مطروح، مش يعني هيبقى مشاكل سنتي. طبعا هيبقى مشاكل وممكن تغرق اماكن. والاخطر من هذا ان هتخلي ارض الدلتا اللي هي من اخصب الاراضي في العالم، في الخطوره في العالم، هتخليها مالحه مالحه، مش هتبقى خصبه ومش هتبقى ارض طيبه وارض جيده زي زمان ان لم نتدارك. ده تقرير، ده كلام في منتهى الخطوره. ده غير بقى دي جايه من ايه؟ من التغير المناخي. لا ده غير كمان ارتفاع درجه حراره الارض ونتيجه الادخنه والابخره واستخدام عدم استخدام الطاقه النظيفه، دي سببها. كل دي تبعات للاسباب اللي حضرتك قلت عليها. ذوبان الجليد بالظبط جاي من ايه؟ القطب الشمالي والجنوبي، ذوبان الجليد. فرنسا من في الصيف اللي فات ده حصل كوارث، لانه كذا بتاع ده نهر او ترعه مهمه حصل فيهم فيضانات جامده كسرت الدنيا وبوظت البيوت وقتلت ناس. ايوه كل ده من التغيرات المناخيه اللي ترامب رافض يعترف بيها. كنا بنذيع النهارده في بدايه الحلقه فيديو من منغوليا في زلزال فظيع، الجبل بيتكسر وبيقع كده بيتحرك والناس بتصرخ طبعا. شفتوش ده؟ طبعا حاجه مرعبه، فظيع يعني، فيديو مفزع زي فيديو التسونامي اللي كان برضو قريب كان في اندونيسيا. فاكر حضرتك كانوا بيصوروا من حته عاليه وبداوا يصرخوا والميه خرجت بره وطلعت فوق البيوت، حاجه مرعب. هو بيقول لك اذا ما حصلش، اول فيديو يا فندم وحضرتك بتتكلم ممكن تتابعه، شايف الجبال هتبتدي يا خبر ابيض ايه بقى الطينه، هتبتدي الناس تصرخ بقى لان في طوق بقى طالعه من الجبل من تحته وعمارات. بس حضرتك الجبل زي ما يكون ميه ماشيه، دي مش ميه دي احجار، ما هي طينه من الزلزال الفظيع ده. كوارث، كوارث مأساويه اذا لم يتعاون العالم. ليه بقى الفكرة ايه؟ انك انت الارض بتسخن، وممكن خلال
50 سنة الجايين ترتفع درجة الحرارة المتوسطة درجتين درجتين دول ده كارثة كارثة كارثة. والمعادن المنصهرة وذوبان الجليد هتلاقي البحار كلها ارتفعت والمعادن المنصهرة داخل بطن الأرض النار اللي تحت دي على رأي حد قال لك النار هتيجي طبيعي يعني مش زي ما احنا في الأديان بيصوروا ان الإنسان هيترمي في حتة تانية احنا طبيعي يعني ده التطور الطبيعي هنلاقيها منين ولا منين طيب فندم يعني هل في أي توقعات لامتداد هذه المظاهرات هيودي بينا لفين ولا حضرتك لسه عند جملة انه محدش عارف احنا رايحين فين يعني هل هتستطيع الحكومات انها تتوافق مع شعوبها وتحد من هذه الاضطرابات ولا ده هيودينا لفين لا انا بقول محدش عارف احنا رايحين فين لما كنت بعمل مقارنة بين عصر النهضة والثورة احنا عايشين في ثورة طبعا. هتودي لفين ما نقدرش نعرف اما السترات الصفراء دي لا هتتلم ممكن نتوقع هي دلوقتي فعلا اتلمت الى حد بعيد ماكرون عمل تنازلات جامده جدا جدا وده على فكره يشرفه ده مش معناه انه لا ده يشرفه ده يسمعه بقى من المستشارين الكبار في السن عشان هو صغير هو ممكن يحس انه بيتنازل يعني بالظبط كده فعمل تنازلات عشان فرنسا جداً. تعيش ده فرنسا دوله عظيمه يعني شال الضريبه على الوقود ضرائب المرتبات برضو كان في ضرائب على المرتبات على وعلى المعاشات رفع الحد الادنى للاجور زي ما قلنا هل في احتمال يرجع تاني ضريبة الأغنياء دي؟ احتمال كبير احتمال كبير لو فضلوا السترات السوداء دول طبعا بيقولوا احنا مش هنسكت لكن طبعا هو تعرف شعبيتهم وصلت لكام 75% من الفرنسيين كانوا بيقيدوا السترات الصفراء من أسبوعين النهاردة أقل من 50% في فرنسا في الدول دي لما تقل عن 50% خلاص مفيش شرعيه يبقى شرعيتك يبقى السلطه تصرفت تصرف جيد جدا 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 التنازلات دي كان لازم انا كان عندي سؤال فعلا حوالين الى اي مدى يمثل ال 34 37 الف اللي كانوا بيخرجوا دول كتله حرجه تعني اراده للشعب الفرنسي ككل لا ده 34 الف ده اخر سبت السبت اللي قبليه كانوا حوالي 130 الف عدد كبير طبعا عدد كبير. فرنسا كلها كام اصلا فرنسا دلوقتي 64 مليون فرنسا 64 مليون النهارده احنا قربنا على 100 مليون يعني حضرتك شايف انه الموضوع ده مفيش خطوره منه قوي يعني هيتلم يعني انا اعتقد انه فعلا هو اتلم فعلا ممكن يطلع تاني ممكن بس اعتقد مش بنفس مش بنفس الحدة ومش بنفس الزخم فرنسا بقى هتواجه مشاكل تانية من أهم المشاكل اللي هتواجهها إنه طيب أنت النهاردة أنا كنت بقولك التجار أيوة فن عملوا بيان أيوة قالوا إنهم في الأيام السبت اللي كان فيها مظاهرات عارف خسروا قد إيه خسروا ربح أو خسروا دخل قد إيه 2 مليار يورو 2 مليار يورو يعني 40 مليار جنيه رقم جامد ما هو ده اللي خلى بعض المحللين يقولوا ان فرنسا قد تجبر على الخروج من الاتحاد الاوروبي لان معدل النمو ممكن ما يوصلش 3% اللي مؤسس عليه الاتحاد الاوروبي لا مش للدرجه دي مش كده لا مش للدرجه دي يعني اللي خلاهم دفعوا كل ده لليونان عشان يدفعوا لفرنسا يعني لا لا فرنسا اهم دول الاتحاد يعني لا لا لا, لا, لا. هو اللي ممكن يحصل انه اولا خلينا بس في الارقام القرارات اللي خدها ترامب اللي هي رفع الحد الادنى للاجور شال الضريبه على الوقود ماكرون مش ترامب انا اسف جدا ماكرون ايمانويل ماخدش القرارات دي خالص لا خالص دي هتكلف الميزانيه الفرنسيه من 10 ل 12 مليار يورو يعني نضربها في 20 شوف هتطلع كام 250 مليار جنيه 250 مليار جنيه يعني مبلغ مش بسيط ده هيؤدي الى ايه يا استاذ زي ما انت قلت بالظبط زياده العجز في الموازنه القاعده في الاتحاد الاوروبي ألا يزيد العجز في الموازنة بحال من الأحوال عن 3% فرنسا في آخر ميزانية كان 2.8 يعني 2.8% السنة الجاية دي بالتأكيد هيزيد عن 3% بالتأكيد ده العجز العجز في ميدان المدفع في الحالة دي بقى الاتحاد الأوروبي هيشوف بقى طبعا لا يعمل إيه عشان يدعم فرنسا زي ما عملوا مع اليونان لا أولا ممكن يعمل عقوبات عليها
هم لهم نظام. ده في أزمة كمان كبيرة إنه في دول حذرت، وطبعا أولهم جرية أمريكا حذرت مواطنيها من إنها تروح فرنسا، فده يبقى فيه تأثر للسياحة في الموسم بتاع الكريسماس. خلاص إحنا أيام بالضبط كده بالضبط. بس الموضوع استطرات السفر بعد اللي حصل يوم السبت اللي فات ده لا هدي تماما. طيب هدي تماما. عايز أنقل بقى على فيينا في الدقائق القليلة المتبقية عشان حضرتك تقول لنا إيه اللي ممكن يحصل من المؤتمر الرائع ده اللي بيحضره الرئيس أوروبا إفريقيا وسباستيان كورتس رئيس الاتحاد الأوروبي، عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي بعد أيام. طبعا المؤتمر ده مؤتمر مهم، ومصر الحقيقة بتلعب دور مهم، والرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا رقم يعني رقم احنا كنا بنردده كده من غير ما نتأكد، لكن هو طبعا ده رقم رسمي. في مصر 5 مليون مهاجر او لاجئ، ده رقم ضخم جدا جدا. يعني ده اللي موجود في فرنسا على فكرة، يعني فرنسا نفس الرقم وبتعاني جدا جدا. مصر الحمد لله احنا مش حاسين بيهم قوي، مصر طول عمرها دولة مستقبلة وحاضنة صحيح للحضارات التانية وللثقافات التانية وللأفراد اللي بيلجأوا لها. احنا كل الناس، يعني ملك السعودية لما نفى من بلده، ملك سعود يعني راح فين؟ جه هنا، جه مصر. والشاه إيران راح فين؟ شاه إيران راح فين؟ والرئيس السوداني راح فين؟ النميري راح فين؟ جه هنا. فإحنا لا، إحنا دولة، مش مصر دولة. ومصر بقى بالنسبة لأفريقيا مصر هي البوابة التي تتيح للعالم كله وخاصة للدول الأوروبية إنها تخش أفريقيا. أفريقيا خلال التقديرات إن في 2030 هتبقى 1.5 مليار بني آدم. يعني قوة كبيرة، طاقة بشرية، سوق جبار طبعا، سوق جبار للسلع ولل طبعا. من مشاكل أفريقيا الأساسية، إن لم تكن المشكلة الأساسية في أفريقيا، هي طرق المواصلات. دي مشكلة، دي بنية تحتية أساسية، دي مشكلة كبيرة، ودي برضو مشاكل اللي بين الدول الأفريقية وبعضها من الحروب والإرهاب وكده مزودة الحكاية أكتر. يعني أفريقيا دي عندها أراضي زراعية إذا اتزرعت تكفي عشان العالم كله يأكل تماما وهو مستريح. لكن المشكلة إيه؟ في النقل. طبعا تقدرش تنقل، انت بتزرع. وفي ناس من الدول العظمى لها مصلحة ان تظل المشكلة دي قائمة، واضح عشان ما تخسرش الاسعار بتاعت محاصيلها. بالظبط، مش كانوا بيرموا اللبن في النيل؟ مظبوط مظبوط جدا جدا. فالنهاردة افريقيا قارة مهمة جدا جدا، واوروبا تدرك اهمية افريقيا على كل الاصعدة، الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية والتجارية، كل هذه الأصعدة. مصر خدت بوزيشننج، خدت موقع أو رجعت للموقع القديم بتاعها إن هي البوابة بتاعت أفريقيا. هل حضرتك شايف، عشان بيقولوا لي قدامنا دقيقتين، هل حضرتك شايف إنه مصر تجني من هذه الزيارة مكاسب فردية للمستثمرين ان هم ييجوا بشكل كبير، ولا الموضوع كله يصب في افريقيا وبعد كده مصر كدولة افريقية رائدة تبتدي تنمو هي؟ لا الاثنين، بس ما نتوقعش انه بكرة الصبح هيكون عندنا 100 مستثمر بمشروعات. يعني ما هو مش لازم نحلم احلام غير واقعية. صحيح. لكن احنا بنعمل سياسة، بنحط لبنات سياسة ممكن بعد 5 سنين صحيح تبتدي تجيب تنتعش وتجيب أثرها وتجيب المردود بتاعها. فإحنا النهاردة طالما أننا زي ما أكرر هذه الكلمة، كلمة مفتاح، أن مصر عادت إلى دورها كبوابة لأفريقيا. أي. وده اللي كان موجود في الستينات. صحيح. دكتور بطرس غالي لعب دور خطير في أفريقيا. صحيح. خطير، لأنه أدرك، هو كان دايما يكلمني في هذا الموضوع، أنت عارف علاقتي بيه كانت قوية، وعلى فكرة هو كتب لي مقدمة لترجمة مسرحية لم تسقط القدس. الله، طب احنا ما شفناهاش دي يا دكتور بطرس، هو اللي انا مثلت في المسرحية وما شفتش المقدمة. المقدمة بتاعتي ينفع؟ طيب لازم هجيبها لك. خلاص. والله مقدمة رائعة. رائعة. فالدكتور بطرس لعب دور في منتهى الأهمية، لأنه أدرك أهمية، وكان بيقول لي أنه يعني رئيس الدولة مش مدرك أهمية أفريقيا.
بس انا ببذل جهود وبسافر ده كان على طول على طول. طيب عشان بيقولوا لي اختم اتفضل. انت السؤال اللي بيلح على كل المواطنين البسطاء اللي بيشوفونا، امتى يجني المواطن المصري البسيط ثمار هذه السياسات وهذه التنمية وهذه المشروعات وهذه العلاقات وهذه المكانة الدولية وهذه المكانة الإفريقية؟ قربنا ولا لسه شوي؟ والله طبعا هذا الكلام حكاية أن نجني ثمار ده موضوع اقتصادي، وأنا في الشق الاقتصادي لا أدعي أن أنا ولا خبير ولا يعني بفهم قوي، لكن اللي أنا عايز أقوله أن مصر ظلت لسنوات طويلة جدا دولة مفتاح، صحيح، دولة مركزية ومحورية مهمة، ما حدش يقدر يعمل حاجة في المنطقة من غيرها. في الثلاثين سنة اللي فاتوا هذا الدور تراجع طبعاً. جدا جدا طبعاً. جدا طبعا. النهاردة بدينا خطوة خطوة، لا بنرجع تاني إلى أن يا جماعة عايز تعمل حاجة في العالم العربي أو في المنطقة أو حتى في أفريقيا مصر. لازم تعال عدي من عندنا. بشكرك جدا، عدي من عندنا. بشكرك جدا على هذا الحوار الجميل والعميق واللي هو يعني حلقة فعلا للتاريخ. شكرا جزيلا كاتب الصحفي الكبير الأستاذ شريف الشباشي والفيلسوف والمفكر، بشكركم جدا على وجودكم معانا، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة في النور. دلوقتي هنروح على الهوى لتسبحة شهر كياك من كنيسة العذراء بباب اللوق على الهواء مباشرة. خليكم دايما معانا على قناة سي تي في. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.